رجعنا لكم البيرو ميغالو وخلينا مريم بن حسين تحميت بمين الشريف وتخبيه ورا كرسي بعد هجوم المجموعة مسلحة. شكون في الساكة التليفون؟ أخت مريم اللي كنت متخبي وراها فريق البرنامج قرر باش يخرجها ويخليك وحدك. هيا عادة تورينا إيش باش تعمل. سنة 20 صافية ولا سنة 20 اسمع فيك حاول حاجة فيك سمير الهلالي معك سمير الهلالي اسمع فيك شكون الأشخاص أعطيني ليست نتاعكم الأشخاص أنا الحاج الهلالي معايا وطلب من التحسين ويانا الشريك هزوها كرزوها من الهلالي. حتى لتوا مريم شادة روحها وحاولت حتى باش تحل الباب أما اللي باش ترا في لي زيكون سيرفيونس باش يخليها تشد تركينا. أعطيني لازم أمين الشريف شكون آخر بعد؟ فما عباد مجروحين عندكم؟ باش يتم تطويق المكان أنا؟ حس الكرتوج طيحها من الكرسي أما رؤية اللازير بتاع القناص باش يدخلها في حالة هستيرية. الرجال انبطاع على الأرض كانت تسمعوا فينا. الرجال انبطاح كي تسمع فينا انبطاح. اسمع حاج الهادي يتخبي ورا حاجه ورا لوح خاطر فما قناص سمكه. كان عندكم طاوله في البيرو عملوها هي تخبي وراها. كان عندكم طاوله عملوها درع تخبي وراها. استنوا بعد الفاصل مقابلة في أعلى القمم بين الدندون والطاوس.